لما منقول سن اليأس دغري منفكر إنه هيدا الموضوع مرتبط بس بالنساء، ولكن سن اليأس عند الرجال هو أمر حقيقي وموجود. بالواقع التغيرات الهرمونية بتصير عند الرجال مثل النساء، وإذا كانت هالتغيرات بتصير عند النساء بشكل سريع فهي عند الرجال بتصير بشكل تدريجي. فشو هو سن اليأس عند الرجال؟ سن اليأس عند الرجال مرتبط بهرمون التستوستيرون، وتحديداً تناقص مستوياته. بتنخفض مستويات هيدا الهرمون عند الرجال بعد سن الأربعين بنسبة 1% كل سنة، وهيدا ما بيعني إنها دايماً بتنخفض لتصير بمستويات أقل من الحد الأدنى، وبالتالي ممكن تبقى هالمستويات ضمن النطاق الطبيعي لدى معظم الرجال. لذلك 10-25% فقط من الرجال بيعانوا هالمشكلة. العوارض يلي ممكن تشير لنقص هرمون التستوستيرون لدى الرجال هي انخفاض الرغبة الجنسية والنشاط الجنسي، تراجع كثافة شعر الجسم، اكتئاب المزاج والقلق، فقدان الطول وهشاشة العظام، الهبات الساخنة، تعرق، إضافة إلى انخفاض الطاقة، ضعف التركيز، انخفاض حجم العضلات، زيادة النعاس وفقر الدم مجهول السبب. لازم تعرفوا إنه تشخيص انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال بيصير بعد خضوعهم لفحص دم، والأطباء ما بيفحصوا مستويات هرمون التستوستيرون عند كل الرجال فوق سن الأربعين، بس الرجال يلي بيعانوا أحد العوارض يلي ذكرناها بيخضعوا لفحص الدم. في حالة تبين من فحص الدم إنه مستويات التستوستيرون منخفضة، بيفحص الأطباء مستويات الهرمونات الباقية تيعرفوا إذا كانت هي السبب وراء انخفاض مستويات التستوستيرون. في حالة تبين إنه هالانخفاض مرتبط بالعمر، بيكون المريض أمام علاجات عديدة أبرز العلاج بحقن التستوستيرون، والشخص يلي ما بيعاني ولا أي عارض ما بيخضع للعلاج حتى ولو عمل فحص دم وتبين وجود انخفاض بمستويات التستوستيرون عنده. لازم تعرفوا إنه خضوع الشخص لعلاج حقن الهرمون بينطوي على عدد من المخاطر، لأن ممكن هالأمر يسبب سرطان البروستات، سرطان الثدي بشكل أقل، أو حتى اضطرابات بجهاز الأوعية الدموية، وهيدا الأخير ممكن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية. أهم شيء ما تترددوا تستشيروا طبيبكن لما بتحسوا بعوارض، وبالأخير إذا عجبكن هالموضوع أو إذا عندكن أي موضوع بتحبوا نعالجه ما تنسوا تتواصلوا معنا بخانة التعليقات.